السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد. اولا تشكر قناة الفجر اللي بكل صراحة ولات وطنية ماشي محلية بكل صراحة، ولات كتهتم بجميع الرياضات الاخص كرة القدم المصغر داخل القاعة. بالنسبة للعودة ديال الميني فوت البيرنزران، يعني راه الحياة هي هذه. هاد المرض اللي جانا هذا يعني راه ولا عايش معنا، والحمد لله داكشي بدا تيقلل شويه، وخص الاخوان يتفاعلوا معاه ويتسنطوا التعليمات ديال وزاره الصحه والسلطات المحليه. وكنشكروا سميتو جميع الفرق اللي لبوا الطلب ديالنا. الان درنا بطوله فيها يعني براعم، كاينه 10 فرقي بالنسبه للصغار، كاين 12 فريق، وبالنسبه للفتيات 12 فريق، درنا على شكل مجموعات. انطلقنا اليوم بحول الله، وكل صراحه الناس متعطشه والجمهور توا متعطش، وهذا هو اللي كنا تنقلبوا عليه شحال هذه. بكل صراحه ما لقيناش صعوبات، يعني درنا مراسله للمجلس البلدي اللي رخص لينا، لانه ما ديجا الملاعب الرياضيه تفتحات، وحتى بالنسبه للميني فوت داخل القاعه في قاعه الوحده الناس كتلعب ودايره احتياطات ديالها. حنا كذلك دايرين احتياطات ديالنا، وتنوعيو رؤساء الفروق باش يلتزموا بالكمامات ويكون واحد شويه ديال التباعد باش ما نوصلوش لشي مشكل. كنتمناو باش هذا الوباء يحيد عنا، وان شاء الله مور شهر رمضان بغينا نديرو الدوريات، الدوري ديال عيد الشباب والدوري ديال عيد العرش والدوري ديال المرحوم بالخوجة اللي كانت كتصدمو لاسيكون. هذا العام بغينا نديرو بجميع الاصدقاء، وغنديرو فيه فروق ان شاء الله غتكون وطنيه. كنزيد نقولها، كنشكر الفجر، قناه الفجر بكل صراحه، لان كتواكب جميع المقابلات سواء كتكون داخل مدينه القنيطره او خارج مدينه القنيطره. العلاقه اللي هذه العلاقه الثلاثيه كما قلتي هي جات بواحد بعمل شاق لمده ديالو تقريبا 30 سنه باش نشأت هاد الجمعيات أصدقاء كرة القدم الصغار. اللي أنا داك اللي كان الرئيس ديالها هو السي تلموس محمد، وكانوا الإخوان أعضاء المكتب، كان السي ملاحي، كان السي محمد كريكبو، كان عبد الحي، كان عبد الرحمن عبد الرحيم، كان إخوان عدة. ومن بعد داز الاخ الرئيس عبد الحي، داز الاخ مصطفى الصندادي، وحاليا في هذه المده ديال 23 سنه خدا بوج مع الرئاسه، وبقيت في هذه المده ديال 23 سنه انا شاد الرئاسه. ولكن كان وفيها شق، فيها مشقه، وفيها فيها تمره، وفيها بزاف بزاف. ولكن بالمناسبه هي انا سبورتيف، انا رياضي، هادشي علاش تحملت هذا سميتو. انا مارست الكره، ماشي مارست كره، مارست كره القدم. لعبنا الحمد لله فخرة الاحياء، لعبنا في لعبت شي مده مع كفاح سيدي يحيى، ماشي غير جينا وهكذا وكما تقول مثلا تقولوا الناس غير جاء هب من هبه وجاء. لا، حنا شي حنا ولاد الرياضه، حنا ولاد الرياضه، ومعنا الاخوان في المكتب الحمد لله، كيف حال القشيني مصطفى، القشيني محمد، خويا فاسكاسي محمد، كاين سي كان سي الروقاني محمد، كانوا الاخوه اللي داز عاوتاني اخ بودليلي، دازوا الاخوان هنا. واللي حنا بقينا شادين هاد مشعل. اول ذكرى دوزتها هي الذكرى الاولى 1992 فاش نشات الجمعيه، اللي كانت تقريبا عندنا 24 فريق، تقريبا 24 فريق كانت، وكان حاط كان 24 اخرى تتسنى. وهذوك 24 فريق كانوا تيعطيو لذيك الميني فوت شي 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 شي, شي, شي اش نقول لك، ما تسخاش، ما تقول ما نمشيش من التيران. ومن بعد جات عاوتاني 92، جات 93، جات 94، 95، والكره في بيرنزران. الى حتى الواحد حتى 2001 و2002 بدات ديك الكرات تنقص، ما بقاش ديك الكره كيما كانت. لان علاش؟ حيت ديك الرؤساء ديال الفرق اللي كانوا رؤساء، كانوا رؤساء فعلا. كان رئيس، وكان رئيس يجيب اللعابه وتيجيب اللعابه، وكان الرئيس الى تيصرف على الفريق
هذا الوقت اللي كاين دابا حاليا، تيجيك دري صغير عنده مثلا 22 عام ما تعرفش شنو المسؤوليه، فين تتحط انت مثلا بطوله. هنا غنعاود لك، هنا فيك نعاود لك دابا، عاود لك على فيك انت عندي، وانا فرحان وانت تلعب وانا فرحان وانا نشط وانا فرحان وقاس تير وانا فرحان. غنعاود لك دابا انا قاس تيران وانا ما فرحانش. فين تتلعب مثلا انت دير بطوله، دير مثلا بطوله من البطولات، اما رمضان اما دوري قصيت عيد العرش او عيد الشباب او البطوله الثانويه. رئيس الفريق ما تيضبطش اللعابه ديالو، تيقدر داك اللعاب تيدير واحد مسائل بسيطه، تينوض لك الساعه في الملعب تتقول انت علاش قاعد درت الدوري هذا. علاش؟ لان ما بقاش فراجه، ولات عندك انت المدازه في التيران، ولات عندك انت قتله في التيران، ولات عندك بزاف الحوايج. لان في غادي مثلا انت في التيران وجبتو شي حوايج في التيران ماشي 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 رياضيه، مسائل الكلام ماشي 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 خلقي، ماشي ما كاينش الاخلاق ديال الرياضه، ماشي لا ماشي. هنا تتقول انت علاش انا غادي ندير هذه البطوله وعلاش نقدر البطوله. هذا هو المأساه، هذا هو اللي تندم عليه. وكيشنو اللي خلاك تكمل؟ الحب في هذه الرياضه، حيت انا ولد الرياضه، حب في هذه الرياضه. لان المشكل اللي كاين تتقول دابا مثلا هاد الشباب ديال 12 عام 14 عام، الا ما درتيش انت الا ما درتيش انت هاد البطوله وهاد الدوري غادي يمشي يضيع هاد الدري هذا، لان غيضيع الدري، لان حيت هاد تيرن دي بيرانزران راه هاز اللعابه ديال راه ما عرفتيش هاز. الا قلنا هاز لا سيكون هاز الاطلس، هاز الرياض، هاز المدينه القديمه، المدينه القديمه، هاز افك على قدها، راه عرفتي شحال من فرقه هنا، راه لا يلا محمد رسول الله، شحال من شاب، شحال من شاب، شحال من شاب وفتيان راه العجب. ولكن تتقول انت انا نضحي ولو كما كان الحال، راه بعد الخطر تنوصل حتى عند الامن الوطني، تنوصل حتى عند الامن الوطني، تتوصل الامن الوطني. ولكن هو كتقول راه نتفادى هادشي هذا، وراه ننظم وراه ندير ولو واخا، وكنقول الحمد لله تنجحوا في التنظيم ديالنا، تنجحوا 90% تنجحوا الحمد لله. احساس الزيالي ولو كادو هاد وباء هاد كوفيد، هاد كوفيد وحمدنا الله اللي عطاتنا السلطه باش نلعبوا، ونلعبوا بداك الوقت محدود من مثلا من 3 ل 8. دونك وهاد وفرحان، علاش فرحان؟ حيت العام اللي فات تحرمنا من 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 بيرانزاران، تحرمنا من اللعب. فين تشوف انت ولدك تيلعب وانت كمسؤول مثلا تتفرح، تشوف ولد جارك تيلعب وانت تشوف وباه تيتفرج فيه انت فرحان. انت دابا الحمد لله فين تلقوا لنا تلعبوا الحمد لله، واليوم جيت انا حاضر. علاش؟ حيت حاس بالراحه وفرحان، ولا فرحان 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 الحمد لله، وفرحان وفرحان ماشي فرحان ديك الفرحه ديال كيف حال انت جايب لدارك شي حاجه، جايب شي حاجه لدارك تفرح بها ولادك. انت دابا انا جايب شي حاجه باش نفرح بها ولادي. انا واحد الوقت كانت الارضيه ديال ملعب بيرانزران مشات، كان ولا فيها الكياس طالع، وتصور اللي طاح في اللعبه تتمشي ليه يديه وتتمشي ليه رجله، طاح على فخده مشى له فخده. كان مشات ارض الملعب كان مشات، كان دوزت واحد 3 سنين صافي الارض الملعب مشات ما بقاش. المهم بقينا نجريو، وجا واحد الوقت جا تلموس هو رئيس المجلس البلدي، ومشينا عنده الحمد لله وطلبناه على اساس يصوبنا ارضيه ديال الملعب. وطرح عليا قال لي ودي علاش انت ما تطلبش على ولدك يخدموا الخدمه وانت تطلب انت على قلت له سينا ماهوش ولدي يخدموا، انا صوبي الارضيه ديال الملعب، راه في تيطيح شي واحد في اللعابه عندي راه تنشوف فيه مسكين داك الدم تيخرج راه تيبقى فيا. والحمد لله استجب الدعوه وصابنا الارضيه، ودابا الحمد لله الارضيه تلعبوا بها. انا هذا ارضيه دابا نيلو تلعبوا بها الحمد لله، تالي طاح بعدا ماشي ديك الارضيه اللي كانت تيطيح بنادم اللعاب تيطيح مسكين تتلقى لحمو طار، لحمو مسكين قشره ديال اللحم طار تطير. هذا هو دابا الحمد لله انا فرحان وفي مدينه في مدينه حنا فرحانين والحمد لله سيدي ربي ونشكره. تيران اكثر من العائله ديالي، ما كذبش عليك اكثر من العائله ديالي بصح ماشي كذوب، لان الا كشتي بوجمع فيك تكون تيران بيرانزران مملوء بالجمهور، الجمهور عندي في الارض وانا تنظم، انا كرئيس انا كان تنظم والحمد لله حتى الجمهور تيحترمنا الحمد لله. وتتشوف مثلا واحد 5000 ولا 6000 ديال الجمهور في الملعب بيرانزران راه ما سهلاش، هذيك هي الفرحه الكبيره عندي انا.